مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشوفوا معنا في هذه الأثناء، عين دياب خاوي شبه فارغ يعني بسبب هذا الضباب الكثيف والجو البارد في هذه الأثناء. يعني ما كاينش الناس خارجين بزاف في هذه الأثناء، ما كاين حتى شي واحد اللي اقترح على أنه يخرج في هذه الأثناء لأن الضباب كثيف في هذا المكان، وبالضبط في عين دياب. كيف ما كتشوفوا معنا الاجواء مشاهدينا الكرام، يعني بعد الجو المشمس والحار في فتره الصباح، الان الضباب الكثيف اللي كتشوفوه هنا بمنطقه عين دياب، والناس يعني مخرجوش في هذا الاثناء ومرتاحين في المنازل ديالهم. كنعرفوا الان الجو بارد، ويعني هذا الجو هذا غير محبوب عند بعض الفئات اللي ما كيبغيوش يخرجوا. اللي كنعرفوا كذلك ان هذه الفتره هي فتره عطله، ويعني الناس كيبغيو يخرجوا مع الابناء ديالهم والوليدات ديالهم، لكن هذا الضباب الكثيف اللي خلى بزاف ديال الناس يدخلوا باكرا للمنازل ديالهم. كيف ما كتشوفوا معنا الاجواء مشاهدينا الكرام مباشره من منطقه عين دياب، يعني فقط السيارات هما اللي كاينين، يعني بالنسبه للراجلين والمارين ما كاينش الناس بزاف خارجين. يعني كاين بعض الفئات قليله اللي كيعجبها هذا الجو البارد كتخرج في هذا الاثناء، كتحاول على انها ما يكونش هذاك الازدحام، وما كاينش اي كيف كنقولوا اي اختناقات. يعني كاين بعض الناس محبوب عندهم هذا الجو هذا، ودائما كيحاولوا على انهم يخرجوا فيه باش يتمتعوا به. كذلك بزاف ديال الناس والاكثريه كيعجبهم الجو يكون مشمس قليلا باش يحاولوا على انهم يخرجوا ويستمتعوا رفقه الابناء والوليدات ديالهم. يعني الضباب والجو البارد كيف كتشوفوا الان ما كاينش بزاف ديال الناس الا بعض الفئات القليله اللي كيعجبها هذا الجو هذا، وكتخرج باش تمشى فيه وباش تستمتع بالجو. كذلك كنعرفوا في فتره الصيف كاين بعض الناس كيبحثوا على الاماكن يتبردوا فيها، وبعض الاماكن اللي يهربوا من هذاك الجو الحار. يعني في هذه الاثناء هذا الجو مناسب لهم، داكشي اللي كيخلينا نشوفوا الا بعض الفئات القليله اللي كتخرج في هذه الساعات المتاخره من منتصف الليل. يعني كنذكر دائما نحن مباشره معكم من منطقه عين دياب بمدينه الدار البيضاء. وكيف ما كتشوف معايا الجو البارد والضباب الكثيف في هذه المنطقه هذه، يعني كيف قلت لكم سابقا بعض الفئات القليله فقط هي التي كيعجبها هذا الجو البارد وهذا الضباب. كيف كنعرفوا الناس كيبغيو انهم يتبردوا في هذا الفصل ديال الصيف، وكيحاولوا لانهم يخرجوا في هذه الاوقات، الا ان هذا الضباب هذا هو اللي خلى الناس على انهم يدخلوا باكرا للمنازل ديالهم، الا بعض الفئات القليله فقط هي التي كتخرج في هذه الاثناء هذه باستمتاع بهذا الجو هذا. كنعرفوا ان الجو في فتره الصباح كانت هناك واحد الشمس حارقه، وكان هناك واحد كيف كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا كان الصهد اللي كيخلي بزاف ديال الناس على انهم يمشيو للبحر ويمشيو لبعض المناطق او المنتزهات اللي كتكون بارده باش يستمتعوا رفقه الابناء ديالهم والعائلات ديالهم. ولكن في هذه الساعات المتاخره من منتصف الليل الجو بارد والضباب كيف كتشوفوه، كاين كذلك بعض النده اللي كيطيح. هذا الشيء اللي كيخلي بزاف ديال الناس على انهم يدخلوا للمنازل ديالهم باكرا كيف قلت لكم، الا بعض الفئات القليله اللي كيعجبها هذا الجو هذا وكتحاول تخرج على انها تستمتع بهذه الاجواء البارده وهذا الضباب. يعني كنعرفوا مشاهدينا الكرام احنا في فصل الصيف، وكذلك كيكون هناك واحد الجو حار، وكذلك جو مشمس في فتره الصباح وكذلك حتى في فتره المساء. لكن الان كتشوفوا معنا الضباب الكثيف والجو اللي بارد بعض الشيء، وكذلك كطيح بعض النداء اللي كطيح في الاثناء بمنطقه عين دياب. هذا الشيء اللي خلانا اننا نشوفوا منطقه عين دياب شبه فارغه الا بعض الفئات القليله اللي كتخرج رفقه الابناء والعائلات ديالها في هذه الاثناء. يعني كنظن على ان غدا غتكون الحراره بسبب هذا الضباب اللي كاين في هذه الساعات المتاخره. دائما
يعني دائما وجل الناس ولاو كي كيكتشفوا وكيعرفوا باللي في الساعات المتاخره من الليل ملي كتكون هناك الضبابة يعني الغد ليه كتكون الحراره، وحنا في فصل الصيف هذا هو الجو اللي معتاد دائما، ودائما الناس في فتره الصباح وكذلك المساء كيحاولوا على انهم يمشيوا للاماكن اللي بارده وكذلك المنتزهات وكذلك البحر اللي كنشوفوه دائما في فتره الصباح مليء بالعديد من العائلات وكذلك الاصدقاء اللي كيحاولوا على انهم يستمتعوا بالاوقات ديالهم بالعطله ديالهم. الشيء اللي كيخلينا نشوفوا البحر ممتلئ وكذلك بعض المنتزهات ممتلئ. اذا مشاهدينا الكرام كنشكركم على حسن المتابعه ونضرب لكم موعد في فيديو مباشر لاحق، والى اللقاء.